كل شكل، وارصد معاك كل السيناريوهات يعني. حقيقة في الحقيقة هو موضوع يحتله المحاميين، لأن برشلونة يعرف أن ليونيل ميسي لديه عقد حر، ونادي برشلونة يقول أن ميسي يجب أن يدفع الشرط الجزائي. رئيس النادي برشلونة أيضا في ذلك يعرف أن ميسي لديه الحق في الرحيل دون دفع أي شرط جزائي من 700 مليون يورو. وبالنسبة إلى ليونيل ميسي فإن التفكير جاء له في مانشستر سيتي طبقا للعديد من الأسباب، وتحدث كما قلت مع المدرب وتحدث مع قائد النادي، وبالتالي فإن ليونيل ميسي الآن يرى من وجهة نظره أنه حزن طبيعي بعد رحيل نيمار، وبالتالي هما الاثنين ليونيل ميسي ونيمار هما من اللاعبين الكبيرين جدا جدا جدا، وبالتالي أؤكد مرة أخرى أن ليونيل ميسي حر، يستطيع أن يرحل في أي وقت، وأعتقد أنه سيرحل إلى مانشستر سيتي.